موضوع آخر من ضمن النشاطات الميلادية راح تخبرنا عنها تريسي شربل، وهي مسؤولة مكتب التنمية بمدرسة الحكمة مار يوحنا برازيليا. صباح الخير تريسي. بونجور، أول شيء اسمك حلو كتير، أنا كتير بحبه. على ميرسي اسم ميرسي كتير. بتخيو. تريسي، النشاطات الميلادية بالمدارس قديش مهمة، خاصة إذا تميزت وكانت مختلفة عن غيرها. بالحكمة برازيليا عندكم نشاط بكرة، مفروض بلش. 15 شهر، خبرينا عنه أكثر، خاصة أنه بيهتم بالبيئة. صحيح صحيح، نحن كمدرسة الحكمة مار يوحنا برازيليا وبالتعاون مع التنسيق مع لجنة الأهالي عملنا هذا النشيد النوال اللي راح يكون مثل ما قلتوا بكره، ببلش بكره وراح يمتد من 15 16 و17 ديسمبر، واكيد هي الدعوة راح تكون عامة. هلا حبينا هالسنة المشي يكون مميز ويكون في عنده كذا اهداف، يعني ان كان اهداف تربويه اجتماعيه وترفيهيه. هلا ليه تربويه؟ لانه نحن رح نكون عارضين شجره عيد الميلاد اللي هي معموله من نفايات، يعني من ورق، من كرتون، قصص من اكياس. بتتدور يعني. مضبوط، اكزاكتومون، كرمال نكون عم نوعي تلاميذنا او كل حدا عم بيزوره لهيدا المارشي عن اهميه التنميه المستدامه واعاده التدوير والاستخدام. حتى بالكنيسه ذكر البوب فرانسوا بالانسيكليك نعم، من اهميه نحن كبشر نكون عم نحافظ على البيت المشترك. البيت المشترك يعني في الارض، فاذا بدك نحن هي من مسؤوليتنا نحافظ على هالبيت المشترك، وهيدي هي كانت رسالتنا بهيدا المارشي دو نويل من خلال هيدا السابان جيراب، انه يكون في عندنا نهج تربوي نقدر نربي اولادنا عليه، يربوا بهيدي المونتاليتي تيكونوا بعدين اشخاص فعالين ومؤثرين بهيدا المجتمع. كأنه معظم المدارس السنة اخدين هيدا التام ديفلوبمون ديرابل والانفيرونمون بشكل كبير، يعني كأنه متفقين على هالعنوان وكل حدا عم ينفذه بطريقته، وانتو حبيتوا المارشي دو نويل يكون مرتكز على هالفكرة. هون عم بتواكبوا الموضوع بالمدرسة بإطار توعية الأولاد يواكبوا النشاط ويكونوا موجودين بهيدا النهار؟ صحيح صحيح، هن التلاميذ رح يكونوا معنا، حتى التلاميذ هن اللي لموا هالنفايات على ربيعهم فنقدر نكون عم نعمل هيدا السبتان جيراب، يعني هن كانوا اذا بدك موجودين معنا بكل هيدا البروسيجر تنكون عم نعمل كلنا سوا هيدا السبتان جيراب. حتى بحب اقول شغله كمان، انه بالمارشي دو نويل مش بس مثل ما قلت في عنده هدف تربوي بل كمان هدف اجتماعي، لانه رح يعود ريعه للعيال اللي شو حلو، محتاجة أو عايزة توقفوا حدا. مضبوط. وكمان بالمارشي دو نويل رح يكون في عنا مثل شركة صغيرة، يعني لما يعرفوا بسمول بزنسز، فنكون نحن عم نشجعهم تيستمروا بهالظروف اللي نحن عايشين فيها مثل ما بتعرفوا. مثل ما قلت الدعوة عامة، يعني مش بس تلاميذ وأهاليهم، مين ما بيحب يتوجه للحكمة برازيليا مثل ما قلنا 15 16 17، من أي ساعة لأي ساعة؟ الخميس يعني بكره من 10 لل5، نعم بينما الجمعه والسبت رح يكون من 10 لل7، أها وبنحب نلحق العالم الكل بالاخص نحن رح نكون عم نضوي هيدا السبتان جيراب لنهار الجمعه على الساعه 4:30، فحابين اكيد الكل يجي معنا نكون عم نضوي كلنا سوا كعائله واحده هيدا السبتان جيراب، نكون عم نحتفل كلنا سوا بعيد الميلاد. من اللي يعطيك العافية تريسي شربل، مسؤولة مكتب التنمية بمدرسة الحكمة مار يوحنا برازيليا. شكرا لكم، عقبال كل سنة.